هم الأسود وعن العراق تذود، فهم رجال الفرقة السادسة يقدمون لنا اليوم لوحات تدريبية فلنتابع سوية. بعد أن تم لواء 22 الفرقة السادسة قيادة عملية بغداد تدريباتها لمدة تفوق حوالي أكثر من 10 أسابيع حقيقة، التدريب كان نظري وعملي ورمي حي بالذخيرة الحية. اليوم طبق هذا اللواء تمرين تعبوي بقطعات بمستوى فوج. حقيقة التمرين كان مستوى الإعداد والتنفيذ بشيء جيد جدا، الملاحظات تكاد تكون قليلة حقيقة. كان تنفيذ كل المنتسبين كل القطعات المشاركة بممارسات حقيقة كبيرة وكثيرة. اليوم نسبة الخطأ تكون معدومة. هذا اللواء حقيقة لواء مقاتل، تعرف قاطع مسؤوليته قاطع مهم جدا، وأكثر المقاتلين هم حقيقة يوميا لديهم تنفيذ عملي في الميدان. سيادة القائد، يعني هذا التدريب ومسك الأرض في بغداد وأطراف بغداد وأيضا رفع الحواجز الكونكريتية وفتح الشوارع، أعتقد أن التاريخ سيكتب لعمليات بغداد بأحرف من نور. شكرا لك، حقيقة هذا عملنا، هو احنا اليوم نقاتل ونتدرب ونحقق الامن لكل المواطنين ونفتح شوارع ونرفع سيطرات ونرجع نعيد بغداد ان شاء الله. بتوجيه من السيد رئيس اركان الجيش المحترم وبمتابعه السيد قائد عمليه بغداد المحترم، تم تنفيذ تمرين مخالب النسر اللي نفذته لواء 22، تمرين مستوى فوج، تمرين تعبوي بقطعات بجانب واحد لتطهير منطقه مبنيه. تم التكل على تمرين بالقطاع في المناطق المبنية، أسلوب القتال عبر الهدف، اللياقة البدنية، زيادة الطاقة التحملية للمقاتلين، وتم تنفيذ التمرين بنجاح تام بشهادة الحضور. نشكر التحالف الدولي تعاونه وتدريبه للواء 22. الوقت اللي استغرقه لواء المشاة 22 في التدريب في معسكر التاجي مدرسة قتال عمليات بغداد هو 10 أسابيع، الفترة من 4/11 ولغاية 24/1. تخلل التدريب على كافة
الأسلحة، بالإضافة إلى الاختصاص، كل من حسب اختصاصه بصنف الهندسة وصنف الطبي وصنف التموين والنقل، بالإضافة للاتصالات. أيضا تم تدريب سرية مغاور لواء المشاة 22 تدريب في مدرسة القوات الخاصة. أينما وجدت المعركة وجدت المدفعية، إن للمدفعية الدور البارز والمهم في حسم المعارك، حيث كانت وما زالت اليد الضاربة بيد قائد السيد قائد الفرقة المشاة السادسة المحترم، وباتت المدفعية للجيش العراقي السند الذي أوجع وقسم ظهر الإرهاب الداعشي بضربات حطمت بناه التحتية وبنياه ومقراته، وتجاوزت 7500 قنبرة هاون للدفاع عن حدود بغداد في معاركه التي خاضها ضد عصابات داعش الإرهابي. اليوم كانت القوة بأمر تيب باقتحام الهدف وتحرير وقتل الإرهابيين، وكان كما مقسم أن السرية الأولى كانت باحتلال الهدف رقم 1، السرية الثانية كانت باحتلال الهدف رقم 2، السرية الثالثة كانت تواجبها أنه تقديم الإسناد الناري للسرية الأولى والسرية الثانية باحتلال الهدف رقم 1 وهدف رقم 2. الجيش الذي يملك هكذا رجال من حقه أن يصنع المحال، فهم صناع الانتصارات شامخين كالجبال، ونحن الإعلام بدورنا نوثق تدريب الأبطال. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.